السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده انا بصور لكم فيديو. انا مربيه فراخ بلدي هجين مع فراخ بلدي صافي مع ساسو. الفرخ الاحمر ده المنقوش اسمر ده ساسو، عمره شهر ونص. والفرخ التاني ده بلدي هجين العسلي. انا دلوقتي بعمل له اكل، انا عامله له سيرس على خضره، ماشي، على عيش، على بواقي اكل عندي. وممكن عادي انتي بتحطي له اي حاجه عندك بياكلها بعد شهر ونص. انا معيشاهم على العلف اللي هو السوبر الكبير. اول ما ايجا انا اكلته علف صغير 23% لمده شهر. بعد كده بقى بدا ايه يكبر، جبت له علف سوبر. العلف السوبر ده اللي هو الطويل، حلو جدا، بيحسن نمو الفرخ. وجبت له وخلطت له ده شيشه كنت باكلهم. بعد كده بقى بقيت ايه ادخل اكل البيت مع الاكل اللي انا بحطه. دلوقتي انا عامله لهم سيرس وعامله لهم عليه ده شيشه وخضره وبواقي اكل عندي استخسرته وما برموش، ماشي. وعامله لهم الاكل، وكمان شويه حط لهم بقى الوجبه الاساسيه اللي هي العلف والدشيشه، وحط لهم ميه قدامهم. والمكان اللي انتوا شايفينه ده العشه اللي انتوا شايفينها دي، العشه دي حلوه، بيدخل فيها هواء وشمسة عشان الفرخ يقدر يتنفس، والهواء يكون الهواء الوحش يطلع ويدخل لهم هواء نظيف. وعمل لهم عشة تانية صغيرة كده عشان خاطر السقعة وكده يدخلوا فيها بالليل، ابيتهم فيها بالليل. بسم الله ما شاء الله الفرخ عندي جايب اوزان حلوة. على شهر ونص الفرخ الساسو هيجيب 2 إلا ربع زي التسمين بالظبط، فصيلته حلوه. والفرخ البلدي الهجين هو بتبقى اقل منه في الكفاءه شويه، بس طعمه بتبقى جميل جدا وبيبيض على 5 شهور. والفرخ الساسو برضو بيبيض، البيضه الحمراء اللي انتوا بتشوفوها في الدكان. والفرخ البلدي الهجين البيضه بتاعته اغلبيه البيض بتبقى بصفارين، بتبقى جميله وحلوه. بصراحه انا ما بربيش غيره. البلدي التاني العادي هو حلو وكل حاجة وبيصبر، يعني بيقعد عمر أطول عند الواحد، بس ما بيجيش بسرعة مهما تأكليه، بدنه ضعيف كده صغير. لكن البلد الهجين بيجي بسرعة. والفرخ الأسود اللي هناك ده اللي منقوش أبيض، دي هجين يعني. لكن الأسود ده العسلي ده فيومي، الفرخ الفيومي المعروف. بسم الله ما شاء الله. انا لما باجي الفرخ ما بلاقي الفرخ كده بدا الاكل البراز بتاعه يتغير، انا على طول بجيب خل على طول في الميه، بحط له خل. الخل ده حلو جدا يا جماعه، بينظف البطن من اي حاجه، اي بكتيريا. لو الفرخ بتاعك لقط اي حاجه من على الارض وحشه زي دوده اي حاجه، الخل ده بيغسل البطن بينظف. لو عنده تلبك معوي من الاكل بينظفه، وما استحاله يجيله برد. عندي الكركم برضو، عندي الكركم، حطي كركم جميل جدا. الكركم حلو جدا بينظف البطن وفاتح للشهية. لو عندك فلفل حراق ما تخافيش، بالعكس هتحطي للفراخ اللي هو الفلفل البودرة الحراق دي، لو حطيتيه في المية الفراخ كل ما تشرب كل ما بتجوع اكتر، كل ما نفسها تنفتح، كل ما بطنها بتنغسل، يعني ما فيش ضرر من الفلفل نهائيا. والحاجات دي كلها حلوة، جربوها مش هتندموا، مش هتخسروا حاجة. وتربية الفراخ دي متعة جميلة جدا، بدل ما تروح تشتري الفرخ من برة مش مضمون مصدره، وممكن ممكن يكون الفرخ مش مضمون مصدره. يعني انتي الله اعلم في المزرعة بيربوه، بيدلوا حقن، حبوب منع الحمل، بتعمل مية تحت الجلد عشان يكبر بسرعة. بتاكل الفرخ كده بتحس اللي مش له طعم، لكن الفرخ عندك انت مربياه، عارفه انت مربياه ازاي ومستخدماه ازاي. وبصراحه جميل جدا، تربيته حلوه جدا، وانت بتستمتعي كده وانت بتربيه وبتاكليه، ماشي. بص الفرخ الاحمر اللي هناك ده ساسو، واللي جنبه الابيض ده مهجن، ده بتبقى نوع كده يعني فيومي على نوع تاني كده بيطلع هجين، وده برضو ساسو. واللي هناك العسلة دي بلدي هجين، ماشي. الفراخ دي بسم الله ما شاء الله، انا يعني جبت الفراخ الحمد لله يا ربي، مش مات مني اللي فرخ، بس اول ما ايجا كان ضعف منه، كان الكتكوت اصلا وحش،
وانا اعتنيت بيهم عندي وحضنتهم تحضين حلو وبلمضة لمضة 100، وحطيت لهم اكل حلو والمضاد الحيوي بتاعهم الدكتور البيطري وصفهولي، وبسم الله ما شاء الله حلوين. يعني انا ممكن اسبوع كمان وادبح منه، يعني الاستاسو ده بيجي على 45 يوم زيه زي التسمين بالظبط، والبلد الهجين ده شهرين تدبحي منه. عايزه تسيبيه شويه كمان سيبيه. يلا لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتدعموني عشان وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام عليكم. بصوا ده الفراخ اللي عندي اللي بتبيض. انا كان عندي اكتر من 35 فرخ، بس لقيتهم قطعوا بيض بعد سنتين كده او سنتين، وي اضطريت اللي انا ايه اذبحهم واحطهم في الفريزر، قلت استفيد بيهم. بس الفراخ دي لسه صغيرة شوية. اللي الديك ده ديك هندي، ماشي هندي هندي، يعني انا ما بقدرش ادخل عليه ممكن يعضني او يعمل فيا حاجة، ماشي ممكن يعضني او يعمل فيا حاجة الديك ده. والفرخ اللي هناك ده فرخ برضو هندي الاسمر خالص، بتعرفوا الهندي ما يكون لونه اسمر خالص. والفرخ اللي هناك ده بلدي بلدي صافي، واللي وراه بلدي هجين، ماشي هما دول الفراخ اللي انا سبتهم عشان يبيضوا يبيضوا يعني يبيضوا بيضوا كده. البيض هناك اهو ماشي. وعندي لسه الدفعة الصغيرة اللي جوه دي، ما تكبر وتعدي السن اللي هو 5 شهور هتبيض على طول ان شاء الله. هي عمرها كده شهر ونص زي ما انتوا شفتوها. ودول انا حاطه لهم، كان عندي بسله يعني نضفوها وكده، واللي طلع منها المزرعه انا بحط لهم اي خضره بياكلوها، دشيشه بياكلوها، اكل في البيت اي اكل فايض عندك مش ترميه خساره، بحطه لهم بياكلوه. بصراحه موفرين عليا حاجات كتيره جدا، اي حاجه في البيت بتفيض مني ما برميهاش خساره بحطها لهم، بياكلوا خير البيت يعني بمعنى اصح.